مرحبا يا اخوي. السلامة، مرحبا بك. لاباس عليك؟ الحمد لله. اليوم تخدم في هاك نقولوا فرقة شعبية صغيرة. روح هاي، قداش عندك في الخدمة هذه؟ تو 18 سنة. شنو تعزف أنت بالضبط؟ جميع آلات الإيقاع. كلها. على بعض. تتقن أكثر حاجة شنو؟ دربوكة بندير. دربوكة بندير. شنو هما المناسبات اليوم تخدموا فيهم؟ ولا عريس شوية مهرجانات في رمضان أكثريات في القهاوي. كيفاش فاست في القهاوي عيطوكم؟ هي مهم يعملوا انيماسيون في الليل. في رمضان مثلا كل قهوة تلقى فيها انيماسيون، كافي شانت لهنا خدمت فيها برشا. هي كلها كيف هذيك هي الخدمة. توا قداش من واحد أنتم في الفرقة هذيك؟ أنا توا الفرقة اللي نخدم فيها توا فيها 10 شاينين. 10 معكم فنان معروف مش معروف؟ والله أنت احنا معنا زوز فنانين اللي يخدموا معنا في الفرقة. اما انت حاسك بفنان معروف نجيبوا لك فنان معروف، خاطر الفنانين الفنانين المعروفين الاكثر ما يخدمش بفرقته. نعطيك من الاخر يمشي نومرو، ديجا نومرو يخلص هو اكثر من الفرقه كامله. اكثر من الفرقه كامله. كي تجيبوا فنان كي تحبوا تدوروا الدولاب هكايا يشرط عليكم على الاقل ما يحكوش فنان كبير حد درجه اولى كبير، نحكوا كشهره مش حاجه اخرى، لكن معناها كفلوس يطلب قداش ابري؟ معناها ستار باش يجي يغني. هو ستار ديجا راهو مش معانا نحن، احنا باش نجيبوه هو باش يتفاهم، هو باش يتفاهم هو العريس. في الفؤانية اكثر فترة تخدموا فيها؟ صيف بالطبيعة. في الصيف. من جوان وانت لاخر سبتمبر. تهرب قداش تخدموها بابري؟ ولا انت والفرقة، ثم فرقة تجيك ب 600,000، ثم فرقة تجيك ب 3 ملايين. كل واحد يمشي على قد فلوس بنيتها. الفرقة ولا انت والشخص اللي ماشيين له؟ انتم مربوطين بالفلوس. قلت لك انا قلت لك كل واحد يمشي على قد فلوس، وانت عندك 700,000، اش باش تجيك فرق؟ باش تجيك فرقه فيها خمسه من الناس. فهمتني؟ مش باش نجيب له فرق فيها 20 واحد. فهمتني؟ كل واحد يمشي اللي حاجته بالغالي، ثم حتى فرق ب 10 ملايين. التونسي مازال يقبل على الطبال والزكرة في عروساته. هذيك هي عشتهم التونسي يكذب عليك، هو تو حتى في الاوركستر. يجيبوا اوركستر مثلا في تصديره ولا حاجه، ديما يبدا معاهم يا واحد يعمل نمرو قصبه يا واحد يعمل نمرو زكره، ويكذب عليك التونسي يتحركوا كان ذكر. قصبه زكره ومزود هذوك. قلت لك عزف لنا، انت قلت لي فما لحفوك علينا من فضيحه وحشمه. واحد في الشارع كي فهمت. هذاك كاين عليك مع عليك على خدمتك في السنوات هذوما في الطبله وفي الزكره. والله اسمعني خدموا انا كل نهار وقسموا. نهار تيها مع فرقة كبيرة تخلص 150-200، نهار تيها مع فريقة كيكة وبرة تروح ب 50,000-60,000. أنتم تلموا بعضكم أنا مش فرقة قارة. فرق قارة. فرق معروفين معناها تلقاها 7-8 من الناس هذوكم ديما مع بعض. فهمت؟ ساعات يتبدل واحد ينقص واحد، مش مثلا تقول جيب لي فرقة باش نلم كل واحدة من بلاصة، ما تجي ما تركبش على بعض، خاطر ثم برايف وثم خدم. تبدا فيها مع بعضها لعب. تقربوا ديما. يا اخي يا اخي موسيقى يا اخي طبال تخليها كيكه. هو حتى في الاحتراف نتاع الدريبك نتاع الفن الشعبي اصعب من الاحتراف نتاع الفن الشرقي. كيفاش؟ مو عندنا برشا ميزانيات صح. مش كيما الشرقي فيه 6 ولا 5، نحن تجي 30 ميزان ولا اكثر. تعلمتم توا ذوما الميزان وقداش؟ نعلمهم بالخبره بالطبيعه، انا يعني هو غرام. وانت تخدم باش تخدم مع الصناعي وباش تخدم يقول له مثلا اجا نعملوا كذا، انت ما تعرف ايش تعرف تعزفها ما تعرفش اسمها. اذا فكرت منك عرفت اسمها سي شادت في معناها من بعد ما يبقاش يقول لك اعزف لي هكا، يعطيك الاسم وانت تنتهى على روحك. فهمت؟ تعترف اللي عندنا في تونس فن شعبي حافظ على الطابع القديم نتاعو؟ الطابع القديم ما عادش. نعطيك من الاخر دخلت فيه برشا حاجات، مثلا ابسط حاجه لوتيتيون الماكينه اللي تبدل الصوت هذيك. اي واحد انا نغني شوي عندي صوايت حط لي لوتيتيون تنولي لك شاب صالح. انا اللي ما عنده صوت يغني بالماكينه هذيك، انت يدخل شاب فلان شاب فلان شاب فلان شاب فلان تلقى فيهم زوز يعرفوا غنوا. يا اخي كله صوت لا حد شيء. صوت لا شيء. مره ثم واحده لعنينا في اسمها محتله ريت العريس، هاي الشابه فلانه الشابه فلانه نهار يقص به لوتيتيون قاعده تحشيك ساكته. برشا اسامي هاك ما عندهمش صوت اصلا، ما عندهمش موهبه اصلا. انت هاكو في التلفزه ديجا تو ما يجيبوش واحد يصلح في التلفزه، كان الهادم والريتم يدفع الفلوس يجي باش يتعرف شوي. كي غنوا راه ثم شكون يبدا ربي ساترو، والله يبدا ربي ساترو يخدم يمشي للتلفزه يفضح روحه ما عادش يخدم، يعرفوه العباد اللي هو ما يعرفش يغني.
ما يعرف... أنا برشا فنانين هكاك. مش برشا، يحك راس كل فنان وعلى بعض. المشكلة مش ما يعرفش يخدم، هو هو مادام وصلت شهر يعرف يخدم، ما عندوش صوت، فماش موهبة. ماني قلت لك على التو تخدم على الميديا، الميديا يطلع، الميديا يطلع والأوتوتيون يطلع. صح. الأخر الكل اللي عنده صوت صحيح راه ما يغنيش بالأوتوتيون، نعطيك من الآخر. يغني في المباشر زاد. لا هو بطبيعتها في المباشر في العريس. نجم يغشك أنت في 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 بلاتو تلفزي. يقول تقول له غني لي غنيك في المباشر وهي بتاثيرات صوتيه. هذيك تو باش يغني كما نقولوا نحن بلاي باك. بلاي باك يبدا هو بين البلاي باك راه يتباع. تو انت يبدا يغني يقول لك هاني مباشر وتسمع في كورال بنات وراه مثلا مش حتى طفله في الاستديو، شكون الشاهد عبد الرزاق الشابي. فهمت؟ هذاك برشا غشة اللي في الفن. غشة واسمع كل واحد يعرف شو يصير. انت ما تجيب واحد يغني لك الا ما تفرجت فيه. معناها من بعد ما تنجمش تقول له راك ما تعرفش تغني، خاطر انت جبته مش هو جاي قال لك باش نخدم لك عرس. نظروا برشا اليوم الناس اللي سموهم استعراضيين. فنان استعراضي. انا ما نستعرفش بحاجة اسمها فنان استعراضي. يا باش تشطح اشطح يا باش تغني غني. تدخلها في بعضها. انا كشخص ما نستعرفش بهم هذوك، ما عنديش معاهم جن. تخدموا كباريهات بالله؟ والله عاملين خدمت. هما الكباريهات في اللي شكون يخدم. هي الفنانين المعروفين في الفن الشعبي وفي الوتري وين يخدم منين استقال الكل في قامرته في الحمامات وفي سوسة ونيب وهذيك فيها الفلوس غط ما عاد شكل عروض متاع انه بتمويل من وزارة الثقافة ولا موجودين تو مثلا برشا مهرجانات الصغار اما بصراحة بالنسبة لي انا كعازف انا حلفت عليها المهرجانات هذيك تخدم اليوم تخلص بعد 3 شهور هذا باش تخلص عنا 4 احتمالات احنا يا باش تقدمك الوزارة يا باش يقدمك المندوب يا باش يقدمك الشنطير اللي خدمت معاه نحن عازفين دموا على خده ما خلصتش توراك ما عادش تخلص باش نبقى نحاوز فيه هنا 3 شهور مشاكل كبيرة العازف العازفين برشا يعانيوا ديجا فما شكون يخدم بيهم ما نعرفش انا نقابتي شنو على درجنية وهما بالاصل هما بلاش بيهم هما الفرقة ما تمشيش بطبيعة شكون يخدم بيه تو الفنان فنان معروف جيبوا واحد ويغني في الشام هو يتخدم فيه الفرقة راهي الفرقة هي اللي تخدم في الفنان وكي يجيب عازفين ما يعرفوش ما عاد حتى هو ما عادش يعرف فيه أما ديما العازف عنده أنت و كيما نقولوا نحن الهمة نتاع باش يخدموا نعطيك من الآخر مكسريتهم باهين هما أما باش تاخذ حقك راه صعيب ياسر خدمت مع أسامي معروفة خدمت كيما شكون شاب نزار القصريني مرفوش ها وديما شاب نزار مهبط اقوى غنية تو في اقوى غنية في التيك توك اللي هي شنو؟ هو جاني اليوم جوابها هبط قديمة انا قديمة ما عاودها هو نجحت بالضبط لقيت الاسم بارفوا الاغنية تتشهر اكثر من الاسم اي غنية به وقديمة ياسر عاود شكون اخر؟ خدمت مع شو اسمه الكلهم من شيرة القاسرين اللي خدمت معاه منجي فيالة معروف على الاخر سعيد الغيلياني انا نخدم على كل جماعة القاسبة الاسامي المعروفين. تحس انت في القاسبة؟ لا انا نخدم انا عازف ايقاع نخدم انا مع كل شيء. فهمت انا الاكثر ايه انا تو نعيش في تونس اما ما عادش نحب نخدم مع الفرق في تونس. خاطر مشاكل هي. فلوسها وتبقى تصير. عاد ما تخدم تخلص بالتشحيط ولا بالبونية واحدة من الاثنين. عاد انا نمشي غادي نلقى قدري تخلص اخوي والناس مريقلة جوهم به. يجيهم هذا به هو يجيهم عازف به. فهمت؟ هنا يجيك اخر العرس يا عروس يتيمة يا العريس مات بويو. يا ما نعرفش شنو هي طايح 200,000 الحاصيل ديما في الاخر بالطبيعة ومستحيل باش يوريك كونترات ولا تخدم معاه لهنا والله راني ماخذها ب 600,000 وما ماخذها ب 3 ملايين معناها يرضى هو يروح ب 3 ملايين والعازف يروح ب 20,000 في جيبي غادي لا غادي الاكثرية يخدموا قسام ويعطيك حقك انا خدمت معاهم الكل بصراحة الله يرحم والديهم غادي ربي عيني عايش خيتي عايشك